السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد أو شونغ إكس بونغ أو فنصولي هذا اسم الأيدي. فنصولي ما شاء الله عندنا فنصولي وشونغ إكس بونغ. مقطع جديد مع أخوي فيصل, والفترة الأخيرة في القناة صايرين ننوع في المقاطع ويجيب لكم أشياء غير تعيش عشان تستمتعون معنا. صحيح إحنا نتعب عليها, لكن أهم شيء المحتوى اللي يجيكم يرضيكم. فإذا رضيكم هذه مو موجودة. إذا رضاكم فلا تنسى اللايك والاشتراك, وإذا تبي تدعمنا شو يسوي ذي بيدعمنا؟ يحط كود. أيوة بسرعة اللي كنت توترني, انا ما احب يطول. قول اسمه. الاسم والاكس والايش والايش بس والايش بسرعة. الايش راسي ابي اخر حرف. نزل يدك والله ممتاز جدا. طيب يا جماعة اليوم مش عندنا, اليوم انا واخوي فيصل راح نلعب تحدي من نوع فاخر. هذه يا جماعة اللي بتشوفونها قدامكم ايش اسمها يا فيصل؟ دوامة الحظ. لكن مو دوامة الحظ بس, وروهم اللي هنا بعد. ممتاز جدا. دوامة العقاب ودوامة الحظ. خليني اشرح لكم دقيقة يا عيال. نزل. طيب يا جماعة الآن عندنا بالفريرة هذه تحديات لي أنا وفيصل. كل واحد فينا له تحدي. بقول لك تحديات ايش, لا تخاف. كل واحد له تحدي من اللي موجودة هنا. كل واحد عنده دور. بفرها أنا مرة وأسوي التحدي حقي, وفيصل يفر مرة ويسوي التحدي حقه. اصبروا عليه أعلمكم التحديات ايش. طيب خليني اشرح لكم التحديات اللي موجودة هنا بشكل مختصر وسريع. اول شيء اللي طالع قدامكم هنا العب على 30 فريم او 30 اف بيس, يعني كاني العب بالجوال لكن بيد. هذا التحدي الاول. التحدي اللي جنبه عكس السماعات, تعكس سماعاتك, تخلي اليسار يمين واليمين يسار. ركز معي انت, ركز معي بس ايش نظر هناك. هنا الكاميرا شوف الكاميرا. التحدي اللي بعده اسمه اتش يو دي اوف, معناته انك تخلي الاعدادات كلها مخفيه, الخريطه والايم والهيل كل شيء مخفي. ها ما تشوف شيء. هذا التحدي كذا ولازم تفوز. طبعا لازم يفوز في الجيم. التحدي اللي بعده معلش على الخطي خايس انا ادري, وفي عكس اضاءه بس انتوا سلك وانا بشاركم. التحدي هذا اللي لونه بنفسجي, عفوا اللي لونه وردي, مشهور يعطيك تحدي. فيصل يختار مشهور اي واحد في فورتنايت, انا ادق عليه او انا مثلا اللي يطلع التحدي هذا ويعطيه تحدي المشهور هذا. اذا جاب التحدي فاز, واذا ما جاب تعرفون ايش يصير. التحدي اللي بعده جيم بدون موارد. والتحدي اللي بعده واللونه برتقالي, هذا تحدي الموت, اسمه دبل التحدي, معناته انك راح تفر الفريره مرتين, والمرتين هذه ممكن يجيك فيها تحدين بنفس الوقت وعقابين بنفس الوقت. فهمت؟ وعندنا تحدي عكس الايم, تعكس ايمك, اللي فوق ناظر تحت واللي يسار ناظر يمين, وتعكس ام الدنيا كلها. تمام. والتحدي الاخير اولد سكول, تلعب باقدم اعدادات بتاريخ فورتنايت الصعبه, مثلثات واللي بدل اسلحه. ارون مثلث صح تذكر والله. زي ما شفتوا قدامكم هذه كانت التحديات, لكن التحدي يعني التحدي يبغى له رجوله وما فيه محبه خشم ومحنيه. خليك رجال وخليك قدها. انت قدها من الحين. قدها طبعا. المفروض فيصل اخوي متعاقب لانه خسر تحدي اللابتوب. غير ما ينسى. لو سمحت. لكن في الكومنتات متعاطفين معاك, يبغون يعطيك اللابتوب. وتعرف هذا معصي صح؟ ايوه. قلت لك ايش؟ لعيب. لانك خسرت. ولدي عمك. شكلي طبعا ندخل القلم بالموضوع. اوكي ممتاز. فبدل ما اخلي عنده عقاب راح يكون التحدي هذا فيه العقاب وفيه التحدي للكل, وان شاء الله كلنا نستمتع وتضحكون وتحطون لايك الحين. اتوقع حطوه ولا ما حطوه؟ لا صراحه لا. يا عيال حطوا اضغطه خلاص الزبده. طيب هذه الفريره الثانيه اللي راح نركبها هنا بعد ما نسوي التحدي. وش السالفه حقت هذه؟ هذه الموت. اذا ما قدرت تفوز بالتحدي اللي موجود عندك تجي هنا طول عمر السلامه. ركز معايا الان. رقم واحد بيض ني, رقم اثنين فلفل, رقم ثلاثة 30 تمرين ضغط, اللي بعده المسامح كريم, اللي بعده مشهور يحدد العقاب. العقاب اللي انا خايف منه ورب الكعبة. اقرأ. طبعا ابوي الف. تدق على ابوي وتطلب منه 1000 ريال وتتحمل اللي بيجيك. واذا وافق ايوه نص بالنص. احسن لك ترى سلوكي حلو يعني كان بيوافق. ليمون, تاكل ليمون. اقلب الطاوله ويلا يا رب يطيح بيدي. اقلب الطاوله يطمع السلامه. اذا لفيت فريره الحظ وجاتك على اقلب الطاوله اللي موجوده هنا تقلب العقاب علي انا. هذه العقابات اللي شفتوها قدامكم, فانا ما بطول عليكم الشرح ان شاء الله انه ما كان طويل مره, اتمنى انكم فهمتوا. خلونا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حجر القسم اللي يبدا. تم. يلا. محاوله واحده. ثلاثه كثير. ثنتين. واحد اثنين ثلاثه. حجره ورقه مقص. حجره ورقه مقص. القم. واحد والله ما تاخرت. ايش تعمل يلا بعيد. بس والله ما تاخرت يا اخي. ها حجره ورقه مقص. القم. واحد بقى لك محاوله اخيره. باقي محاوله اخيره, اللي يجيبها يجي. يلا بسرعه. حجره ورقه مقص. القم.
يصلى على الله. طيب دوري انا اول. يلا انا اسحب فرها. بسم الله استدعى هو. تلعب الجمهور 30 اف بي اس. يلا ما عندي مشكله، ما عندي مشاكل. طيب يا جماعه التحدي بيكون كالتالي، راح اروح عند الاف بي اس الان، وحطوا ببالكم اني راح العب اقل شيء ممكن تقدر تلعب فيه المسلم الكائن الحي البشري اللي في العالم كله، 30 اف بي اس كاني العب ماينكرافت. اذا الجوده تعبانه اعذروني، والله انا بحاول بس الله يعين. حطوا بالكم يا ترى والله مغير عداداتي، عشان العدادات الجديده راح يحذفون عدادات التدبير ال2. يا ويلي جوال. يا ويلي كان لفه بطيئه. ايوه هيك تحسها انت اصلا. انا المفروض اني ما انزل ذا المكان صراحه، والله اني استعجلت شوي، والله انه معي زحمه. ايوه تصدق أتزعجني هامشي. اسكت ولا كلمة. طلع. لا فيصل هذه قلة أدب، احنا ممتازين متربيين. اسكت ولا كلمة. فيصل خلاص خلاص. اسكت ولا كلمة. يلا يلا. صدقني بتحتاجني فيصل. ولا مشكلة ولا مشكلة. اشهدوا يا جماعة. اسكت ولا كلمة. يا حبيبي ايم، لو أغير عزاتي من هنا لبكرة ايم الأرض أنا. يا ولد وش ذا؟ هذا قاعد يصيد هنا. قروشني قروشني. قلت ولا كلمة بسرعة. اي والله كان يلعب على الجوال. قلت ولا كلمة. يلا تقدر. الله سبت يا اخي بسرعة. خش عليه. يما. فوزة. خش عنده. اي. خش عليه. يا سلام. خش عليه خليك عنده. خش. اي. اي سلام. يا عمري. ابلع بس وانطم. وخلي كوالك وخلي العب. ترى كأني ألعب على جوال حرفيا يا عيال. والله العظيم مدك مدك. يلا طلع 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 بيك طلع. مودك مودك تخلص مودك تخلص مودك. ايش النصيحة؟ مودك تخلص بسرعة عجل. طيب خل العب. ما شاء الله. ما لك دخل. فك يسعد أمك يا شيخ. انزل بالليل طفك خلاص. لا انا مت 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 والله انت لعبه طلعها من عينك، والله لا طلعها من عينك. بتلعب والله بتلعب. طيب لا بتحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب مش اللي في بالي. شو اسوي؟ بسم الله. وشوف انا بعد كيف. يا رب دق ابوي يا رب دق ابوي. الله يلعن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد رب العباد الرحمن الرحيم. طيب فر ولا فر لك؟ فر ولا فر؟ اكيد اي ما عليك. فر اخر يدي يد حظ. اصبر في خير مره واحده ها، لا تفرك بعدها وتقول اي شيء. روح. طيب ما عليك يدي في خير. مشهور يعطيك تحدي. شوف اختار اي مشهور، لو يقول لك تحدي خارق مشكلتك. اختار اي اسم. اي احد. حتى بالعربي كله. إيه؟ نينجا. لا يا اخي عربي اصفك على نينجا. في احد ببالي بس قوله. سعد احسه طيب. هو سعد احسه طيب مره. كيف ترى في ناس بعد كويسين كثر. اختار اي واحد حق فورتنايت. اي واحد اختار الصفر. في صليدي احسه مره طيب. في صليدي اي طيب والله صدق. اي والله طيب. ترى سعد بعد طيب. لا لا فيصل. لا سعد تتفق معه. حس فيصل يدي حتى تتفق معه بسعد. اوكي يا ربي رد. اوكي فيصل شكله ما يرد. اختار بديل. ناصر كلب. والله انه ما في دخل. انا اسد. اكلم سعد. يلا يلا سعد. يلا يا رب صبرك. طيب يا جماعه سعد ما يرد وشكله نايم. اختار غيره. الساعه 5 كنا صايمين. شو سويت؟ ما ادري ناسها شغاله. خلاص خشب. خشب؟ ما في اللي هو. السلام عليكم. وعليكم السلام.
الباب. انت نايم؟ والله انت صحيت الاذان يعني. والله شوف ترى مو انا اللي صحيتك، فيصل اخوي صحك. لا ما دخل ما دخل. والله خلاص اسمع. طيب خشب على السريع كذا، فيصل اخوي قال دق على خشب وخلى يعطيني تحدي، قاعدين نصور مقطع يوتيوب. لازم تعطي فيصل الان تحدي، هل في شيء ببالك ولا ما صح؟ صح يا والدي. اسكت انت. تحدي شفت في شيء سهل ولا شيء صعب؟ والله عاد بكيفك انت، لكن لازم يكون في اكشن شوي. طب ايش رايك انه يلعب يعني بعين واحده؟ هذا التحدي؟ يبغى شوي زياده. حقك حقك، ابسط حقوقك، اطلب اي شيء زياده. اطلب. طيب بسرعه عشان المقطع. سماعات وعين واحده. يعكس السماعات وعين واحده. يعطيك العافيه خشب، شكرا جزيلا. هذا غير اللي اخترته. ليش طيب؟ هو طيب بس ما دخل التحدي. يا اخي ليش تلعب فيه؟ اقول لك بويس بويس ما لك دخل، خليني اتكلم انا عشان يصير ممتاز. لا ما في تتكلم. والله لو انك ايش تفوز في الجيم. هيه طالبيني طالبيني، فوز في الجيم 500 دولار، فوز في الجيم 500 دولار قسما بالله يا فيصل. ها شو تسوي انت؟ في يوتيوب؟ لا لا ما اشوف. والله انك تشوف. استغفر الله استغفر الله، لا يستحلف لا يستحلف. اني شفت. لا يا شيخ فيصل والله لو انك تشوف. خرب خرب، بتروح على اليوتيوب تلقم ما بتبدا ولا اول. شكلك تقول اعدادات. ماني قادر اشوف زين يا ولد. ايوه ايوه، وعد السماعه مقلوبه. انا ذبحت واحد المفروض 500 درهم حالها. اقول العب العب. انت تستطيع، التركيز مطلوب. طلع لك ام فور. طلع لك ام فور. ان شاء الله لو انت كويس. يا عادي خليك واقف. ما يحتاج الجلوس اليوم. وضعي اوه يا اللوت. ايوه يا سلام يا بوت يذبح. ما بلع. يا عمري انا قلت لك ما راح تذبح احد. فلفل جاهز الفلفل. ما كنت سمعت. ايوه يلا هذا خويك الله يجزاك خير. هذا الجوله هذا انت. والله صعب تشوف. ايوه يا شكرا. ما ادري وين تصدق. هذا كلكم. لا يا صعب مره اللعب. والله مره صعب. محظوظ. اسكت ولا كلمه اعطيك واحد. ورب الكعبه انك محظوظ. والله انك محظوظ. نقدر نلعب دي. ما في مال. يما ايش هذا؟ هذا مين؟ انا وينك؟ هذا كلايمر جديد في اللعبه. اما هو في واحد جوك شكله معرق صدق. ما معك مود. ما معك مود. تذكرنا ما معك مود يا عمري. ايش صار هناك؟ نايم تستريح. حبك انا والله حبك. انا صعب يا عيال والله ما اخذ بمبرا. ما ادري انت فنان ولا هم منوب. والله اني عارف. وراك وراك الله يزكيك. ايوه وراك الله يلعن ام السماعات. خير حاجه تقول سهله. معرق 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 يا فيصل يشقك. شكله هاجي يجي. ما معك موارد. ايوه ايوه وراك. وينه؟ ورا يمه. والله صعب يا عيال والله صعب. القم القم القم. صراحه صراحه كنت اشوف. يا الله يا رب بفلفل وليمون ولا دبل. يا الله يا رب دبل 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 يا رب دبل. عيني الله شفاني. الله يكطم الغم شفاني. انا روح بسم الله. ما فرج زين. اسكت بسرعه. سامحكني تطلب من ابو ياس ليمون. يا الله لفت لفت. صدمه كبيره يا والقلب ياك يا عندي جاب حيره. لفت لفت. لا لا رجعت رجعت هنا. والله لفت مني حي. والله لفت من يدي. العين يا عيال قسما بالله لفت من يدي. ولا امي دخل ولا امي دخل. احسن انت حمار. والله لفت من يدي. والله اقلب الطاوله. مو على كيف امك. اقسم بالله تقلب الطاوله. والله غلط. ما في ما في ما في ما في الف صوت. وش اسوي لك؟ والله ما في ما في ما في. والله غش. والله ما في ما في. خليني اتكلم خليني اتكلم خليني اتكلم. فيصل والله انها لفت من يدي. انت والله من قال لك؟ تبغى كذا النظام؟ ايوه انا ابغى كذا النظام. اقلب الطاوله يلا فيصل ترى اقلب الطاوله. قلبي كان دي جاب. اقسم بالله انها والله انها مبزره هذه. والله والله انها مبزره. فيصل خذ لك ليمون. خذ لك ليمون والله صدق. يعني انت تبيني ارمي نفسي الى الجحيم بالنون؟ طيب انت تدري ان يدي لفت موني قاصر. والله مال امي دخل. اقسم بالله مال امي دخل. طم 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 طم. شوف احمد الله قهر.
مين ماكلها كلها؟ لا كلها خير. والله راح اجيب لا يا حبيبي واكل امك. وش اللي ما اكلها؟ مع القشره خير. والله لو اني قلت بسم الله لذيذ ممتاز جميل طعم فيها. استغفر ما هذا؟ اكتبك ورط الى الام. الدلع دلع دلع. هذه نعمة ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي ولي. ايه خليك رجال مثل ما علمتك. بلا دلع بلا دلع. ايه خليك رجال. ايه خليك رجال. مويه بسرعة بسرعة مويه. والله العظيم انها خبنا الحرب. والله والله ان يجي دورك وتندم وانا اذكرك بهذا الشيء. شفت هذه كلها تطلع من عينك. بجيب الجيمون هذا بدنا الجيمون الجاي موني مسوي العقاب وتشوف شو بسوي فيك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب في سماح. لا ما في سماح. أبي الله يستر. والله هذه كلها تعب. اتش يو دي اوف. والله تعرف وش هي؟ ادري اني سالتي الخريطه كل اتش يو دي من الاعدادات رحت لها. ايزي. والله ما سالت صح؟ ايزي ايزي باذن الله ايزي. شو تسوي هذه؟ انا اشوف صغر اللي فوق اللي صار الهيل. مال امي دخل مال امي دخل مال امي دخل. يلا حيلكم يا رجال. طيب ما اقدر اشوف الهيل. ما امي دخل. انا والله اني احسبها بس توخر مني خريطه. شفت مع الحركه هذه أيوة. بجيب الجيم فوز. والله لا اغبنك باذن الله. ما اشوف ال... ما في هيل. ما دخل اخويا. كم هيلي كم هيلة كم هيلي. اسكت. في واحد. انا ساكت. لا اسطورة يا شيخ. ابعد امك. عبد ورد. ابعد امك. عبد ورد. يا الله. خلاص جيبها. جيبها خلاص خلاص جيبها 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 جيبها. الله يلعن ام القهر. والله العظيم اني انظلمت في التحدي انا. شوف من الحين مسوي اتفاق. اللي بيوقف عليه المدة الثانية هذا بنعتمد عشان اليد مو ثابتة يدي. طيب أوكي. أوكي المكان اللي بيرجع منه ما يحسب. المكان اللي يوقف عليه ما يرجع. يعني شوف سوى كذا الرجعة هذه اللي قاعد يرجعها ما تحسب. المكان اللي وقف فيه في البداية. طيب ماني راضي بس أوكي هذا اللي بيصير. ما معك إلا هو. بسم الله. فلفل. اسكت. 30 بوشة بالضبط. ما المشكلة. عادي سهلة. الحمد لله ما خيت شيء. الحمد لله ما خيت شيء. واخذ. يلا ضوء. واحد دولار. واحد. اثنين. ثلاث. أربعة. خمس. ست. سبع. ثمان. تسع. عشر. 2 بسم الله يا رب دبل تحدي. بنبدا يا عيال. واحد بفر لك. ها لا يدك بسرعة. فر فر عشان ما يدخل فيها. شوف قدام عينك. ها دبل تحدي دبل تحدي. والله يا والله العظيم نيت صرختها. والله ضرب صرختك. فر مرتين اقل. اذا نفس عادي. ها طيب. طيب خذ لك عكس السماعات. ايه لا ما بقالك واحدة بقالك واحدة. يلا 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 عكس السماعات. والله انه عادي. بس بس قبل تحدي ثانية. ايه خمس تحديات خير. عندك لا يا حبيبي دا يزال. طيب عندك كنتين ثانية. ما يصير. والله عندك كنتين ثانية وما يدخل يا والله ما والله ما يدخل. لا 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 دف دف يا ولد ما راح يكفي. بس والله هذا التحدي خلاص. مشيت لك واجد. والله مشيت لك واجد. قبل تحدي روح. اوكي اولد سكول. باقي لك واحدة. باقي لك واحدة. ايش ذا؟ ما اشوف. نفس حقتي استوديو ما تشوف ولا شيء. فيصل تبي اعطيك الفلفل الملحي وتخسرها؟ لا والله ما بتفوز. ايش اللي بدك؟ ما ادري تصدق انا جاهز. يلا يمه خلصنا بسرعه. السلام عليكم.
ايش صار فلفل وبيض الحين ومو عادي عادي تيب صح؟ كيفك؟ لا مو عادي يلا تيب يلا وريني وين؟ سماعة مقلوبة ومدرعم والله ايوه حلو حلو مواردك فل شكلها اليوم يلا مواردك فل شكلها ممتاز وراك الله يجزاك خير يا شباب حلو ما اشوف اي حلو اي تذبح يعني الحين كم يلي والله الله كم يلي ثلاثه لك ثلاثه طيب يلا فور يلا فور يلا نفور ان شاء الله واحد ممتاز من الحين اقول لك الخط اللي راح يوقف عليه الرجعه ما تحسب سوى كذا بعدين رجع ما تحسب على المكان الاخير اوكي بقول لك شبه اوكي يلا يلا روح اثنين ثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم بيضني بيضني اسمع بيضني بيضنا شفت 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 يوم تحركت وقف على بيضني بس انا عشان تكلمت بيضني 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 طالع معي هنا خلنا ناخذ ثمنيل والله خلنا ناخذ ثمنيل الان ببساطة بسوي شرح شباب اليوم كيف تحط البيض في الكوب تعال تعال ما في زبالة تشرب امه ان شاء الله عشان ما اشربكن اياها والله بس البيض الارض هذا لو يجي قطرة تمسحه بالتيشيرت طب احتياط زايد بضرش احمد هات 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 بضرش اكلتني ليمون خليتني قلبت علي الطاولة في حق مو بلك ثبت لي اياه بس شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا بيض شوف كيف بنسويه رفع لي البلة الكوب شوي دفه هنا شوي شوف شباب طربة خفيفة كذا سوي كذا بيدك ثنتين بسم الله الرحمن الرحيم شوف كيف يتسرسح احسن مع السروال يوم السروال يا شباب تحتاج ملح تحتاج شيء اضبطك انا على طول قول بسم الله وين نونو وين الحين اعلمك الدنيا كيف تنقلب الدنيا تنقلب يا ولد بسم الله رح اشرب جمره طويله عشان ما تل... عشان ما تزعج السمره ثانيه واتمها ما شاء الله سويت كذا سويت كذا وعلي الحرام يا احمد اقسم بالله شرب طيب اسمعني هذا مو شرب هذا تذوق انا ما بقدر اتذوق لا عشان ما يطول المقطع بعدين يصير مقطع جراند اسمعني هذا يا ولد فيصل جغمه سريعه مفيد شربت اول ليش شربت انا التعديل مفيد مفيد اسمعني مفيد لا تكبر اشرب هذا يلا بسرعه دف ما يشوفون ما يشوفون يدك يا اخي ما يشوفون يدك ما يشوف الجغمه هذا مو جغمه دف دف لا شرب ابلع ابلع ابدا لا تقول لي بطلع على التحديات وانت خير والله ما شربت ترى جغمات فيصل ليش شرب جغمات والله شربت يا ولد خير خلاص يلا يلا والله مشيناها ما شربت جغمات شكرا لكم ما استمتعتوا بالمقطع والله انه ورع مو بحق تحديات بسرعه خلهم يحطوا لايك واشتراك وش يفعل ذا لايك اشتراك كود اس على طول تروين جاي الله يعطيكم العافية شكرا لكم مقطع عفوي خفيف مع الزفت اللي ابن امك تقول اسوي تحديات مرة ثانية وانت ما تقدر لا تقول اخ اخ وانت ما شربت شيء ما كلك نص ليمونة صدق الله يعطيكم العافية يا عيال تكفون كود لايت اذا ودكم تدعمون فيصل مسكين فيصل انت عندك فسحة بكرة ما عنده فسحة ما عنده روح شكرا لكم حطوا كود لايت انشوف بس 6 بيس